السلام عليكم ورحمة الله متابعينا، أهلا بكم. النهاردة احنا رايحين لمكان من أجمل الأماكن، مش في الجزائر بس، مش مبالغة لو قلنا من أجمل الأماكن في العالم، لأن احنا رايحين للمدية، شلالات وادي السباع وشلالات زونداي، أماكن إن شاء الله محدش يمكن كتير راحها قبل كده، عشان كده متابعينا هيشوفوا أماكن لأول مرة هيشوفوها معانا النهاردة. إن شاء الله نقضي يوم جميل، يوم لعشاق الطبيعة والرحلات الجبلية. هنمشي 10 كيلو علشان نوصل للمكان اللي احنا رايحينه، سيرا على الأقدام في وسط الغابات، ونستمتع بالبحيرات الطبيعية والحدائق والغابات. ومعانا أخونا يونس يعرفنا على المكان أكتر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مكان راح نزوره، مكان يعني شلالات زونداي، شلالات زونداي مكان رائع جدا. في حتى شلالات واد سبع، لما لا يوجد وكالة سياحية تعمل هذه الشلالات، لأنه شلالات جد رائعة. نحن نعمل لكي لتتطور السياحة في هذا المكان، وراح تشوفوا أماكن جد رائعة في هذا المكان. ومرحبا بكم معنا، ان شاء الله تستمتعوا بالرحله معانا. بسم الله توكلنا على الله. انطلقنا من الجزائر العاصمه في اتجاه ولايه المديه. طول الطريق حوالي 120 كيلو متر تقريبا، والوقت حوالي ساعه ونص. هنمر في طريقنا بولايه البليده، وهنمر من على مشارف جبال الشريعه اللي هي ظاهره قدامنا في الصوره. وجبال الشريعه من اهم المعالم السياحيه في ولايه البليده، وغنيه عن التعريف طبعا. كمان هنمر من خلال النفق الفاصل بين ولاية البليدة وولاية المدية، وده يعتبر من أطول أنفاق الجزائر، وهو عبارة عن نفقين متصلين ببعضهما. طول النفق الواحد حوالي 2.5 كيلو تقريبا. خرجنا من النفق واستقبلتنا الجبال بمناظرها الطبيعية الجميلة، وبكده احنا قطعنا المسافة الأكبر من الطريق وباقي القليل لنصل لوجهتنا الأولى في رحلتنا، وهي الحمدانية وجبال تمسجيدة. إذا الحمدانية يلا بينا. وصلنا لوجهتنا، واحنا دلوقتي في طريق في ممرات جبلية وطريق بين الغابات في المناظر الطبيعية، في طريقنا لشلالات تمسجيدة. وان شاء الله نستمتع بيوم جميل. ابتدينا جولة المشي، نمشي حوالي 6 كيلو ويمكن اكتر علشان نوصل لشلالات زونداي. في البداية كنت مستصعب المشوار، لكن بعد ما شفت الغابات والجبال والمناظر الطبيعية اللي انتوا شايفينها، انا حسيت ان انا ممكن امشي 10 كيلو من 6 كيلو. ما شاء الله، الله اكبر، مناظر طبيعية ولا اروع. مناظر اول مرة اشوفها في حياتي، مناظر تستاهل المجازفة والمخاطرة والمشي. اخيرا شفنا المية في الواد، يبقى كده قربنا نوصل. شايفين الناس معانا تعبوا، واحنا كلنا تعبنا والله. مشوار طويل حوالي 6 كيلو، بس المكان يستاهل بصراحة. شايفين الجمال، شايفين الروعة، شايفين الطبيعة، ما شاء الله. المكان مكان ملوش حل. الطريق ده كمان شايفينه، شايفين الجمال، شايفين الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده. ده الطريق اللي بينزل للشلالات، طريق مش هتشوفه غير في افلام طرزان او في افلام السيما. ما شاء الله، الله اكبر. طريق يعني جميل ومكان جميل. انا اول مرة اشوف المناظر دي، اول مرة اشوف غابات وجبال. انا من عشاق الطبيعة وعشاق الجبال وعشاق الرحلات الجبلية، ولكن ما كانش متاح لي ان انا اشوف الاماكن دي. ودلوقتي احنا وصلنا، ده مكان الشلال، والشلال بالظبط تحت في المكان ده. هنشوفه مع بعض في الفيديو اللي جاي علشان الوقت، وعشان ما نطولش عليكم في الفيديو ده.
وما نعملش فيديو كبير. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنشوف الشلالات، هنفطر في الغابة وفي الجو الطبيعي ده، في جو عائلي. كمان في مفاجأة عاملها يونس للسياحة، عامل عيد ميلاد لحد معانا من أعضاء الجروب، هيبقى جو عائلي كويس. انتظرونا في الفيديو القادم إن شاء الله، تستمتعوا معانا بأجواء خرافية وأجواء جميلة. إلى اللقاء.